ايه بقى سؤال ثالث يلا بينا. رابع عشر. لا في منشط ساخر عن الملايين اللي بتدفعها الانديه في ضم اللاعبين ممكن يكون ايه؟ لا ده بقى مش هقدر اقول التعليق بتاعي. ليه بقى؟ لا 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 اكتبه لك بعد الحلقه، هقوله لك بعد الحلقه. طيب ماشي، واطلع اقوله بكره؟ لا الموضوع انت حضرتك شايل يعني. لا بقى عندي التعليق يعني، عندي المنشط يعني. بس مش هقوله. مش هتقوله دلوقتي. انا في دي مش ابقى صريح. مش هقوله. بجد. مش هينفع اقول كلام تاني يعني، مش هقول يعني عشان اقول حاجه تانية مثلا يعني. ايه يعني ليه خلتني احبك؟ لا اسمها ايه دي؟ ليلى مراد. ليه خلتني احبك؟ لا ليه خلتني اشتريك؟ يعني لا برضو لا، اللي في دماغي ما يتقالش، ما اقدرش اقوله. مش هينفع. لا خلاص مقبول. اصل الموضوع ده مش عاجبني خالص يعني. الحقيقه يعني مش عاجبني خالص ان الاسعار تبقى بالشكل ده. امال لو هالاند جه لعب معانا هنا احنا نديله كام؟ يعني نديله مثلا كام؟ 20 مليون في الموسم مثلا، 20 مليون جنيه في الموسم ولا حاجه؟ لا احنا كده يعني ده يبقى كده ظلم يعني. اصل احنا هننتقد لو احنا كنا جبنا هالاند مثلا وهو صغير، زي ما خدوه وهو صغير مثلا في ريد بول سالسبورج في النمسا من نادي صغير في النرويج، كان يقول لك وقتها احنا جايبين لاعب عنده 17 سنه من النرويج عشان يعمل ايه عندنا في الدوري المصري؟ مش كده يحصل؟ طبعا. من النرويج مش دوله كبيره في الكوره يعني، ولا ما بتعرفش تلعب كوره اصلا كمان، بتصطاد سمك بس. فاهم؟ في لاعب مكسر الدنيا متوقع ليه انه يبقى واحد من احسن لاعبي العالم، ان لم يكن احسن لاعب في العالم في سنتين ثلاثه، لاعب جورجي من بيلعب في نابولي الايطالي، للاسف اسمه معقد شويتين فدايما بقول لقب بلده يعني، هو العالم كله بيتخانق على اسمه يعني. فاللاعب ده جه ببلاش نابولي يعني، جه برقم تافه جدا. فبقعد اتخيل لو كنا احنا اللي جبناه في نادي في مصر يعني، يقول لك ايه البلد اللي انتوا جايبين منها اللاعب ده؟ غالبا هيبقى افضل لاعب في العالم مش حسن. طيب لو في لعيب في النادي الاهلي او نادي الزمالك وراح مدير الكوره هنا او هنا عرف انه كل يوم او كل شويه يعني كده بيضرب مخ وكبده وايه تاني؟ مخ وكبده وكشري وسجق. لا لا مخ وكبده. لا بجد يعني. مخ وكبده وايه تاني حاجه ثالثه يعني كمان. سكالانس. لا هتكتبها لي؟ طيب بص. لا 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 مخ وكبده وحاجه ولحمه يعني، حاجه في اللحمه يعني. اصل انا في عندي رقم كده عايز اقوله لك. يلا بينا. ودول بيعملوا له 6000 سعر حراري. يعني ضعف اي سعر معتاد للعيب الكوره. هذا هو النظام الغذائي المفضل لهالاند. مخ وكبده ولحمه. تخيل. وعادي كده ويعلن هذا. لا وهو اللي بيقول كده. ده فيلم وثائقي عن ايرلينج هالاند. في الفيلم هو بيحكي بيقول دي وجبتي والنظام الغذائي بتاعي المفضل. وان هو يعمل 6000 سعر حراري يوميا او في بالاكل الغريب ده يعني. بس الفول والطعميه كسبوه. وزي الفل زي الفل. بس احنا احلى اكله في الدنيا. بس مش حاسس احنا بناكل كبده ومخ وزقوق اللعيبه بتاعتنا. وبنحلي بسكالانس. عارف حضرتك سكالانس طبعا؟ معدي عليك ولا ما عداش عليك؟ طبعا سمعت عنه. القشطه بالحلاوه والحاجات دي. ايوه القشطه بالحلاوه. فاحنا بناكل اكل كتير برضو، بس احنا بناكل اكل وما بنحرقوش. ايوه بننزل يعني شكلها حلو.